إلى أي مدى تنجح دبلوماسية الغرف المغلقة في مواجهة الدبلوماسية الجديدة، خاصة يعني أو ما يعرف حديثا بدبلوماسية تويتر؟ لدينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلنها يعني صراحة وواضحة ربما للخصوم قبل الحلفاء بقرارات بشكل مباشر عبر تويتر. إلى أي مدى تستطيع الغرف الدبلوماسية المغلقة في يعني محاولة حلحلة هذه الأزمات الكبرى؟ جميل جدا هذا السؤال. يعني أتصور أستاذ أسامة يعني هذا المؤتمر الدولي للأمن في ميونخ، يعني وخاصة في نسخته الخامسة والخمسين، يعني حدث في منتهى الخطورة ومنعطف تاريخي هام، لأنها تتشكل على إثره ومن خلال تلك يعني العلاقات والنقاشات في الغرف المغلقة كما تفضلت، يعني السياسات الأمنية والسياسات الاستراتيجية على مستوى العالم. ذلك أنه واضح للعيان أن هذا المحفل الدولي وكما وصفته التقارير الدولية والجامعات الدولية وفي القلب منها جامعة بنسلفانيا للعام الرابع على التوالي، أنه أهم محفل دولي على مستوى الأمنيين والسياسيين والاستراتيجيين على مستوى العالم. لذلك لتلك القاعدة الكبيرة من العسكريين والاستراتيجيين والأمنيين والرؤساء الدول والحكومات إلى آخره، ووزراء الدفاع ووزراء الخارجية. نعم، هو حتى كان اسمه في الأول يعني اللقاء الدولي لعلوم الدفاع، ثم المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع، ثم مؤتمر الصواريخ والدبابات المضادة، وصولا إلى مؤتمر ميونخ الدولي للأمن. يعني هو لا تخرج توصيات أو لا تخرج يعني قرارات، ولكن بتتشكل يعني الرؤى الاستراتيجية والأفكار السياسية الكبرى في العالم وتلك التحالفات. ذلك أن تنصل دونالد ترامب من التزاماته الدولية، ليس خروجه فقط من اتفاقية تغير المناخ أو الخروج من اليونسكو أو خروجه وتطوله على محكمة الجنائية الدولية، لا، ولكن أيضا خروجه من هذه المعاهدات الكبيرة، معاهدة الـINF، معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، أيضا عزمه ونياته الواضحة في خروجه من اتفاقية الستارت 2 المبرمة في 2010 ولينتهي العمل فيها في عام 2021. يعني هذا التنصل من وذلك الخروج يؤثر ويشكل خطرا داهما على استقرار السلم والأمن، ليس الإقليميين فقط ولكن السلم والأمن العالميين، مما يستلزم رؤية مغايرة وتشكيلا متغايرا نتيجة هذه الفوضى الأمريكية، فوضى دولية. هناك تحالفات أوروبا تركت منفردة، ها هي الآن تبحث عن مخرج لها، تريد تكوين جيش أوروبي لها بعيدا عن تلك الحماية الأمريكية، لأن السيد دونالد ترامب يعني يدفعهم دفعا على زيادة نفقاتهم في حلف الناتو. إذن أنجلا ميركل تقول يعني ما حك الظهر الأوروبي إلا الظفر الأوروبي، ولا بد من أن ندعم أنفسنا ونحمي أنفسنا بأنفسنا. وشاهدنا وتابعنا يعني إيمانويل ماكرون وهذه المطالبات المتكررة من لإقامة جيش أوروبي يحمي أوروبا من هذا العبث الدولي، سواء كان لأن أوروبا واقع الآن ما بين يعني فكين، فك العملاق الحليف الأمريكي وفك آخر يتمثل في ذلك التنين الصيني وأيضا الدب الروسي، فلا بد من زيادة القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي وفي القلب منه ألمانيا وفرنسا، وخاصة بعد البريكزيت وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. تمام. لن تجد هذه الدول الأوروبية أفضل من هذه الشراكة الاستراتيجية الكبيرة لمصر، لهذا الموقع الفريد تتمتع به مصر. إذن أي علاقات أو أي تمحورات أو أي يعني إيه تعاون استراتيجي اقتصادي تجاري لابد من دور الدولة المصرية. إذن العالم كله، سواء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، الهند، العالم كله يسعى حثيثا لإقامة تلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية والدفاعية والأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدولة المصرية.